والدور الرسالي الذي قام به أتباعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قارات الدنيا في ظروف أصعب مما نحن في اليوم، كان ينبغي أن نكون على نفس المستوى في عرض منهج الله سبحانه وتعالى كروشتة علاج للإنسانية جمعاء. لكن للأسف الشديد توقفنا عند التغني بالماضي والفخر والزهو بتاريخ أجدادنا، ونسينا أننا غير جديرين بالانتساب لهذا الشرف نتيجة الإهمال والتقصير والجهل. توقفنا عند دور استقبال كل ما يأتينا من الآخرين، لا إرسال ما جاءنا من منهج الله للآخرين، أصبحنا مستقبلين مش مرسلين. توقفنا عند دور المستهلك وليس دور المنتج. توقفنا عند دور السلبي ونسينا الدور الذي ينبغي أن نكون عليه بانتسابنا للإسلام، يحرك فينا الإيجابية فنكون إيجابيين مفيدين للعالم من حولنا. توقفنا عند هذا الحد وظننا أننا بذلك أرضينا ضمائرنا وأرضينا تاريخنا وأرضينا إسلامنا، إلى أن وصلنا واكتشفنا أننا أصبحنا في ذيل دول العالم الثالث في أسفل قائمة العالم نتيجة انحرافنا أساسا عن دورنا الأساسي في إيصال هذه الرسالة للعالم لإنقاذ البشرية. ثم وصل الأمر إلى أن أصبحنا مخترقين أيضا في أرضنا وديارنا، بأننا أصبحنا نتلقى الأفكار الهابطة والتيارات الملحدة والنظريات الفاسدة، وأصبحنا حقول تجارب لكل فكرة منحرفة جديدة تظهر في العالم. ووصل الأمر أيضا بمرحلة أخطر من كده، مش حقول تجارب فقط، أصبحنا مصدر من مصادر الأساسية لإهانة الإسلام نفسه نتيجة سوء تصرفاتنا وسوء سلوكياتنا وسوء تطبيقنا للإسلام وجهلنا به وعدم تعرفنا عليه وعدم عرضنا له. أصبحنا عنوان سيء للإسلام ومادة خام للطعن على الإسلام، أصبحنا نتلقى الإساءة لهذا الدين كل يوم، كما رأينا في ما ناقشناه من قبل في الرد على الرسوم المسيئة الكاريكاتيرية الدنماركية، وكما رأينا أيضا في الرد على الفيلم الهولندي، وكما رأينا أيضا في المحاضرات التي تفوه فيها بعض الفاتيكان بالافتراء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة الإيمان بالإلهية، إلى آخر هذا السيناريو المستمر في الافتراء على الإسلام. ووصلنا أيضا لأن احنا نكتشف يوم 21 مارس أن ده يوم بيرقص الناس فيه في حديقة الميريلاند في القاهرة، وعاملين حفل دانس دولي، ومتجمعين بين 661 واحد، كل كلامهم الدعوة إلى الإلحاد، إنكار الدين والألوهية وإنكار الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورفض الأديان والاستهزاء خصوصا بالتركيز على الإسلام. طبعا في طبعا نتائج اكتر من كده، وزي ما قلت انا قبل كده من فتره او من اسبوعين، قلت ان للاسف شديد قنبله ماده المواطنه انفجرت فينا، وبالخصم من حقوق الاسلام والمسلمين في المجتمع في مصر. وطبعا اذا كان هذا يحدث في مصر اكيد كل الدول العربيه والاسلاميه هتكون اشد اختراقا بسبب هذه الامور. نعود مرة أخرى إلى الدور الرسالي الذي ينبغي أن يقوم به المسلمون. هذا الدور الرسالي الذي ينبغي أن يقوم به المسلمون هو الذي قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم كدور وواجب على هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى
ونعم النصير. هذا الدور الرسائي لو قمنا به للعالم لن نجد الاستهزاء بالإسلام، بل سنجد الدخول في الإسلام وتحسن المستوى العالمي الخلقي، ومش هيبقى في مكان للإلحاد. لكن تخلفنا عن دورنا الرسالي في مجتمعاتنا، تم اختراق هذه المجتمعات دلوقتي. تخلفنا عن دورنا الرسالي عن مستوى العالم، أصبح لغة الإلحاد أو لغة الأفكار الهابطة هي اللغة السائدة في المجتمع، مستغلة وسائل الاتصال. لذلك نعود ونقول بأن دور المثقفين المسلمين الآن هو ضرورة عرض الإسلام وحجره في مواجهة هذه الأفكار، وباللغات المختلفة وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة كأسلوب للمواجهة أساسا رقم واحد، وأسلوب للحماية ثانيا للمسلمين، وثالثا لإقامة الحجة على العالم كدور أساسي للمسلمين ينبغي أن يؤدوه. وهذا ما ينبغي أن نقوم به في هذا المعهد وكل المعاهد المثيلة وكل الدارسين والدارسات المثقفين، من خلال دراسة الإسلام ومقارنة الأديان وعرض حجج الإسلام وعلاقته بالعلوم الحديثة وإعجاز هذا الدين العظيم في تحديه لكل الأباطيل وفي كشفه لكل زيف، وفي نفس الوقت ضرورة تقديم هذا للعالم بلغات العالم حتى نبرئ ذمتنا أمام الله عز وجل نحو هذا الدين العظيم. الأخيرة والتي تتحدث عن علاقة الإسلام بغيره من الأديان الأخرى، والعلاقة بين القرآن الكريم وبين التوراة والإنجيل، التوراة التي تمثل العهد القديم أو تسمى وتلقب بالعهد القديم، والإنجيل الذي يلقب بالعهد الجديد. من بين الدراسات التي تمت على القرآن الكريم وعلى التوراة وعلى الأناجيل المتداولة، دراسة قام بها عالم غير مسلم، عالم مسيحي العقيدة، مسيحي الديانة، أوروبي النشأة. هذا العالم نشأ وعاش في دراسات علمية بحتة متخصصة، ودرس في الطب وتخصص في مهنة الجراحة، حتى وصل هذا العالم إلى الدرجة الكبرى أو أعلى الدرجات في الدراسة الأكاديمية الطبية، هو الدكتور موريس بوكاي، العالم الجراح الفرنسي الطبيب المتخصص، والذي ظل يسهم بدوره في الميدان الطبي. وبجانب دراسته الطبية كعالم أو كطبيب لا يعرف إلا لغة المشرط ولغة موقع المرض وموقع الداء وكيفية استئصال الداء وكيفية وصف الدواء، لا يعرف الأفكار العاطفية، وإنما يعرف الحلول العلمية العملية الواقعية الميدانية التطبيقية. فلم يكن مفكر فيلسوفي أديب بألف رواية خيالية هنقول يغلب عليه الخيال، ولا رجل شاعر عشان نقول عليه رجل عاطفي متأثر عاطفيا فعنده تشبيه واستعارة وكناية. ده رجل ما يعرفش غير لغة افتح اقطع خيط داوي وخلصة المسألة، ما يعرفش غير لغة التعامل المباشر مع الواقع، وهذه طبيعة هذه العقلية العلمية. وبجانب هذه الطبيعة العلمية اختير هذا الرجل من قبل الحكومة الفرنسية كخبير في الطب لنضجه وتفوقه في هذه المجالات. وكان في الفترة الأخيرة دي حادثة حصلت في مصر، هذه الواقعة أو الحادثة دي
ان عندنا في مصر مشهورين احنا بالاثار والترويج للاثار، والوزير بتاع الثقافه